لا كما تقوله المعتزلة إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالاً وليس لله فيها أي تدخل، هم الذين يخلقون أفعالهم، فيصفون الله جل وعلا بالعجز، يصفونه بالعجز ويعطلونه من الخلق والفعل، وعلى نقيضهم الجبرية اللي يقولون إن العباد ليس لهم أفعال وإنما هي أفعال الله يحركهم فيها كما تحرك الآلة، ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فهم على النقيض من المعتزلة. هؤلاء غلوا في إثبات أفعال الله، قالوا العبد مجبور، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد الجبرية، غلوا في إثبات أفعال الله وغلوا في نفي أفعال العباد، وقالوا العباد ليس لهم أفعال، فهم غلوا في إثبات وغلوا في نفي. المعتزلة على العكس، غلوا في نفي أفعال الله وغلوا في إثبات أفعال العباد، على طرفي نقيض.